ورجعنا لكم مره تانية ولسه بنكمل معاكم موضوع منورتنا النهارده عن طريقه اختيارنا لقراراتنا في حياتنا، وازاي نقدر نشيل الرهبه والخوف من اي خطوه جديده بتجيلنا في مشوار حياتنا. ومعانا ومنورنا ضيفنا الدكتور عماد طلعت، خبير التنميه البشريه. مساء الفل يا دكتور واهلا بيك. مساء الورد. اهلا بيك. اهلاوي صميم انت قلت لنا؟ إيه؟ اهلاوي اكيد. واضح من الكرافات والمنديله. خلي بالك ان الحمد لله في ارتباط بين النهارده حلقه النهارده في النادي الاهلي او قناه الاهلي وبين الفالنتاين طبعا، عيد الحب، فالاثنين مع بعض عاملين احمر جميل. بالظبط كده. احنا كنا بنتكلم امبارح عن حب الاهلي. والله هقول لك حاجه، انا هكون صريح معك جدا، مش هكون دبلوماسي. انا اهلاوي جدا، وحتى يعني امبارح على الصفحه بتاعتي، غير بقى مستمره طبعا صفحتي على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او الانستجرام، باستمرار بتكلم. حتى في واحد قال لي يا عم مش متخسرش جمهورك كراجل ترينر. فما قلت له ابدا، الا دي. فدايما بفرح قوي لما الاهلي الحمد لله بيكسب. وفي نفس الوقت حتى، ويمكن عايز اتكلم عنها شويه النهارده، فكره ان احنا لما بيحصل اي نوع من الاخفاق لنتيجه ان في ساعات بتبقى اهداف عاليه قوي، بالظبط المفروض ازاي نتكلم وازاي نتعامل وازاي نكتب وازاي ننتقد بشكل فيه حب اكتر ما عاملينها فيها تكسير. وحطيت بالمناسبه اهلاوي بقى وكده، عملت ستوري امبارح على صفحتي جميل قوي، فيه بقى غنوة الكيان مع الله. مع كان مع درع النادي الاهلي، كنت واخده في احد الندوات اللي عملتها. ما شاء الله. وكنت سعيد طبعا، فخور بده جدا يعني. الله يخليك يا دكتور، احنا فخورين بوجود حضرتك معانا. عايز اسال حضرتك اول سبب، تقول لنا كده ايه اللي بيخلي البني ادم الطبيعي او اي حد ما بيعرفش ياخد قرار، ايه اللي بيعطله؟ ايه اللي بيخليه خايف ياخد قرار مهم في حياته؟ بيخاف من ايه؟ ادينا اسباب كده. طيب خليني اقول لك يا اميره، ان كتير جدا من افكارنا في حياتنا ومن معتقداتنا عن نفسنا ومن ثقتنا بنفسنا بتتكون في سن الصغير قوي، اللي هو من سنه لسبع سنين ده علميا. أوكي. ممكن تكمل شويه لعشر سنين. فاذا الفتره الاولى في حياتنا كلنا، وحتى بقول اي حد ام النهارده او اب بيتعامل مع اولاده، انت تقدر تخلق من ابنك او بنتك حد رائع جدا، حد هايل جدا، تقدر تخلق منه إنسان قادر على تحمل الحياة. حتى يقول لك التربية هي صناعة إنسان قادر على التعامل مع الحياة والنجاح فيها. مزبوط. مش مجرد بس كخايب. فأنت النهاردة في السن الصغير ده، لو اتزرع فيك أنك ضعيف، اتزرع فيك حتى لو بالتلميح وبالمقارنة أنك أوحش أو أضعف من أخوك أو من أختك، انك ابسط حاجه عارفه، في ساعات بعض الاباء والامهات، مش مساله بس ان هو كناحيه دراسيه، ساعات بيسخروا من اولادهم في جزئيات تتعلق ب مثلا ان هو خجول، بدل ما يبتدي يقول له يزرع فيه الثقه بالنفس، انه ملوش اصدقاء كتير، ان اصحابه وزمايله مثلا ليهم شلل وهو يعني محدش يعرفه. ساعات في بعض الامهات بيكلموا اولادهم بهذا الشكل ويشجعوا اخواتهم، لو في اخ مثلا او اخت اجتماعيه قوي او ناجحه جدا، حاجات بتبقى فيها جينات وفيها تدريب، ان هم يبتدوا بقى في نوع من التريقه دعاء بقى، هو النكته بتاعت الفاميلي او البيت. فدي بتاثر عليه جدا، بتاثر عليه، بيشعر ان هو قليل، وكمان بيدور كتير قوي على تقدير الذات من الاخرين. يعني احنا المفروض ان الانسان بيستمد تقدير وثقه بنفسه من نفسه هو. البحث عنها كتير في الاخرين بشكل مبالغ فيه بيخليه بيخضع لحاجه اسمها نسميها الشخصيه السلبيه في التعامل، اللي هي يا حبيبي وافور قوي ويضعف قوي عشان يحافظ على الاصدقاء. انه من هو صغير اتربى ان هو مش مرغوب فيه ومش محبوب، فهو بيدور على اي نظره رضا في عين صديق او صديقه، ما شافش ده في البيت. ما شافش ده في البيت. طب تعالي بقى، لما اقول لك تعالي بقى الولد ده او الراجل ده بعد ما كبر، تعالى خد قرار مهم في حياتك، هيعمل ده ازاي؟ هو ابسط حاجه انه يبتدي يسترجع لا اراديا، على فكره حاجه بنسميها اكترار الذكريات المؤلمه او الذكريات المش لطيفه. هيبتدي يسترجع باستمرار موقف معين، خد قرار عادي بحكم الوقت وبحكم السن، فلقى هجوم شديد جدا من البيت، افراد البيت، لقى سخريه مثلا من الاب او الام للاسف، بدل ما يقول له انت كويس بحكم معلوماتك دلوقتي، طبعا بحكم تفكيرك دلوقتي، بحكم السن بتاعك، طب تعالى يا حبيبي بقى وانا اقول لك تعمل ايه. لكن اسهل حاجه ايه؟ لا انت مش عارف ايه، انت ما تعرفش الكلام ده، انت ايه اللي فهمك في حاجه زي كده، انت ليه تعمل حاجه زي كده لوحدك. انت هو مع الوقت هو في سنك بيجي ياخد قرار. الحاجات دي بتبقى في بنسميها الاوتوماتيك سوتس. يعني في حاجه خطيره جدا يا اميره، ان احنا لما نكون مشاعر بتاعتنا بتتحرك كتير قوي قوي وبتبقى بوم 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 بي وينتج عنها السلوك، في حاجه في النص سريعه قوي اسمها الاوتوماتيك سوتس، الفكره التلقائيه اللي احنا ما حسيناش بيها. يعني حتى في علم النفس يقول لك ثلاثيه التفكير الشعور السلوك.
ماشيين مع بعض كده. يعني لازم الاول تفكير بيسبق، احنا بنحس بالمشاعر حتى. هبسطها لك واوضح لك بشكل بسيط جدا. لو اميره النهارده جت القناه فرمت السلام على واحد زميلتها في القناه او حد في القناه، فهو قدرا كده كان مشغول ولا حاجه، فايه راح ما ردش كويس. حصل هي فكرت الاول قبل المشهد، هي اتضايقت، حاسه انها متضايقه، فكرت في ايه؟ انه ممكن يكون هو مطنش، ممكن يكون هو عامل اترقى مثلا او خد حاجه كده، فعايش الدور شايف نفسه. شايف نفسه. فاثر على المشاعر بتاعتها، فادى لسلوك انها متنرفزه ودخلت حطت المفاتيح بتاعتها او الموبايل بتاعها بنرفزه وايه اللي كده، السلوك نفسه تمام كده. الانسان برضه في سن معين عايز ياخد قرار، الاوتوماتيك سوس افكار التلقائيه اللي هي متبرمج عليها من وهي صغير مظبوط بتظهر في، بتحوشه بتأيده بتسجنه بتحبسه في سجن الأفكار دي، فتطلع قراءته يا إما مشوشة يا إما يبقى راضخ لأي نصيحة من حد ممكن ما يكونش مؤهل. صح. لأنه ما عندوش ثقة في نفسه هو إنه ياخد قرار. المخزون هو عنده مش مظبوط، المخزون بالزبط. الموجود مخزون نفسه. وكمان بقى زي ما أقول لك إيه، التفكير شعور سلوك تفكير، يعني إيه؟ يعني السلوك هيبقى غلط، دي قرار هيبقى مظبوط، فيقتنع عنه فكرة تاني من أول وجديد، تعيد الدورة السايكل ده من أول وجديد، إن هو إيه ما بيعرفش ياخد قرارات صح. نقول له تعالى بقى أنت عايز تاخد قرارات، ده في ناس كتير جدا في مراكز كبيرة جدا بياخدوا ساعات قرارات خاطئة وبيعدلوها. يعني في رجل أعمال كبير جدا سألوه مرة، ويمكن مش لازم نذكر اسم الشركة طبعا، شركة براند يعني، وقالوا له انت بتاخد قراراتك في قد ايه؟ قال لهم في 10 دقايق. قال له مش ممكن يعني الفلوس دي كلها. قال له بصوا انا مش هقعد افكر كتير، انا باخد قرارات على ضوء الظروف الموجوده، وبيسميها دوره الفعل، القرار وبعدين الفعل وبعدين التقويم اللي حصل، اقوم الحساب وارجع تاني اخد قرار جديد مناسب للفعل. فتعالى بقى اقول لك ازاي تاخد القرارات بتاعتك، نقعد مع بعض في خطوات اتخاذ القرار، ايه خطوات القرار، اشوف المعطيات اللي قدامي قد ايه، اشوف الامكانيات قد ايه، واشوف ايه هو القرار البديل الانسب. يعني البديل الانسب يا اميره؟ يعني كل الاختيارات قدامي فيها حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، مفيش حاجه في الدنيا ايجابي على طول، صحيح انت؟ فانا بعمل ايه؟ بعمل اقسم الحاجه خطين كده، جنب يمين وجنب شمال، واشوف كل قرار عايز اتفقت او بديل اتفقت في دماغي ان انا هعمله او قررت ان انا اعمله ايجابياته ايه وسلبياته ايه. فبختار البديل الانسب، بمعنى الاقل سلبيات والاكثر ايجابيات. لكن ما توقعش ابدا ان في حاجه 100%، مفيش حاجه ابدا. حتى يقول لك في الادويه يقول لك ايه، نو افكت نو سايد افكت نو افكت. يعني ايه؟ يعني ان انت بتاخد دواء مش عايز اي سايد افكت خالص، مش هياثر فيك. اي حاجه في الدنيا لازم ليها جنب شمال. صحيح. بس دكتور في ناس بتواجه صعوبه في قرارات غير مصيريه، زي مثلا اروح فين النهارده، هخرج فين، هاكل ايه، هخرج هكلم مين، هلبس ايه. يعني في ناس تاخد مثلا وقت طويل في ان هم يلبسوا ويقعدوا يغيروا هدومهم ويعملوا ويسووا حاجات بسيطه، حاجات بسيطه، ولكن الحاجات البسيطه دي بتؤثر بشكل او اخر. ازاي البني ادم يقدر ان هو ياخد قراراته في الحياه بشكل اسرع؟ يعني عايزه اقول او اجرا كمان، خلينا اقول انتوا عارفين اكتر برج متردد في الحياه برج ايه؟ الجوزاء. الميزان. الميزان لسه صح؟ ميزان. انت اوعى تكون ميزان. لا الحمد لله انا طور. احنا برج التور. احنا طور احنا الاثنين. اوكي. شوفي اوضح للناس دي كلها، اقول لهم برضو خليك واثق انك هتكون اجمل في اي طالما لبس متناسق مع بعضه. خليك واثق ان الاختيارات البسيطه دي مش تستحقش الوقت الطويل، وان برضو هي الفكره ايه يا هند؟ ان الفكره ان كل واحد زي ما قلت لك ساعات بيدور على البحث عن التقدير من عيون الاخرين. انا مستني اشوف اللي قدامي هيقول لي انت كويس ولا وحش. الله عليك. لان خالي مثلا حد مثلا قاعد وقت طويل جدا وغير 100 مره ولبس مش عارف ايه وراح وشاف حد صاحبي يقول له ايه رايك في ماشي 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 ماشي، هو كده يعني هو كده انهار. فعايزين نقول ان انت اختيارك انت بناء على افكارك انت، طريقتك انت، اسلوبك انت في حياتك، انت بتختار لبسك، بتختار اصحابك، وما انتظرش دايما الرضا في عيون الناس الاخرين. زي ما اقول لك كل حاجه بديل الانسب، يعني ايه اللي هو اقل سلبيات واكثر ايجابيات. مفيش حاجه كامله في، حتى مثلا القرارات البسيطه زي ايه، هخرج مع مين؟ طب ما تختار اصدقائك القريبين منك اللي انت بتحبهم، تبقى مستريح وانت معاهم، اللي ما يدقكش. انا عايز اقول لك دي نقطة مهمة برضو، ان ساعات كتير قوي هند السؤال سألتيه ده متعلق بنوعية الأصدقاء اللي معايا، نوعية الناس اللي أنا بقعد معاهم. هل أنا هخرج مع مين النهاردة؟ هقعد مع مين؟ زي ما تقولي موضوع سهل لكن ممكن تردد فيه. هلبس إيه وأنا خارج؟ طب نوعية الخروجة؟
طب ما تيجي نشوف ازاي يكون ليا اصدقاء قريبين اكتر، اختار مين يبقى معايا، اختار مين يبقى قريب مني، الناس اللي بتسبب لي السعاده، الناس اللي هي ما تجيش عليا، الناس اللي حتى لو غلطت او عملت لبست مش حلو او ما اتكلمتش حلو مش هتقف تضايقني، او يعني انا هبقى على راحتي معاهم. في اربع انواع من الناس باختصار، يعني في العلاقات اللي بيسموها العلاقات البينيه بالناس، في حاجه اسمها العلاقات التوكيديه اللي هي ايه بنظام يقول لك وين وين او اي ام اوكي اور اوكي، يعني احنا أوكي. كويسين مع بعض، احنا بنحب الخير لبعض، انا عايز تبقى كويسه انا هبقى كويس، مش انا بس كويس أوكي. انا عايز اميره تبقى كويسه، انا يعني انا مثلا في الحلقه هنا عايز اميره وهند يبقوا متالقين ومتوحدين، انا هبقى مبسوط بده. الانسان اللي يحب يشوف الكويس ده بيسموه علاقه توكيديه، يعني توكيديه داعمه لبعض. وفي العلاقات السلبيه، السلبي اللي هو الضعيف بقى، مش مقصود بالسلبي حاجه وحشه، لكن زي ما قلنا رجعنا من شويه لموضوع الثقه بالنفس، اللي هو بيدور دايما انه بيجي على نفسه قوي، بيضغط عشان خاطر يحافظ على العلاقه. ده بنشوفها بقى في العلاقات الزوجيه كتير قوي قوي، يعني واحده تستحمل سنين طويله وان هي مش عايزه، نتيجه انها شايفه ان الناس خلي بالك، ها هقول انها فاشله او مش ناجحه وهكذا وهكذا. الزوج برضه نفس القصه. ففي السلبي وفي النوع العدواني. يعني ايه العدواني؟ العدواني اللي هو بيعتبر ان القوه والاعتداء على الاخر حتى بالصوت العالي او باللفظ ده نوع من الباور، يعني بتدي له قوه، انا باخد حقي بالطريقه دي، ان انا بقدر ادوس قوي على اميره فبترضخ، وقدرا الامور ساعات بتعدي معاه. يعني في ناس كانت بتحكي لي مثلا واحد شاب صغير عنده في الاماره بيعلي صوته على ناس اكبر منه نتيجه مشاكل عندهم، فقلت له لا ده هو كده بيعتبر هذا الاسلوب العدواني، هو ممكن يكون متعمده عشان بقى فيه بيدي له قوه، بقى اللي قدامه يعمل ايه كش منه، وهو بيختار الناس. أيوة. بيختار الناس اللي تتحمل ده، لانه انا الناس العدوانيه دي بقى بتعامل معاها كتير. أيوة. فدايما بيبقى عارف انه فلان لو انا زعقت له مثلا او قليت ادبي عليه او غلطت فيه مش هيسكت، ما بيقربلوش. ايوه برافو عليك. بيجي للي بيستحمل، بيختاروا الضحايا، بيختاروا الضحايا فعلا، زي ما احنا قلنا الافكار والسلوك، وبعدين الافكار بترجع دوره الافكار، او حتى بيقولوا في NLP اللي هو البرمجه اللغه العصبيه، المعتقدات تولد السلوك. المعتقد عنده اعتقاد ان انا بقدر اعمل ده، فيبقى السلوك بتاعي الاعتقاد الصح التاني بقى عنده، اللي هو القوي مش هيقدر يسلك معاه، او العدواني اللي زيه مش هيعمل مع بعض. فما يعملش معاك الا ده، يلم نفسه. طيب في نوع اخر بقى من الناس او في العلاقات، ده النوع الرابع، ده النوع ده صعب قوي، اللي هو السلبي العدواني. ده عشان كده مخليه للاخر. ايه السلبي العدواني؟ السلبي العدواني ده فيكش ميزه، اللهم احفظنا. اقول لك ده اشرحه لنا بقى. السلبي العدواني اللي هو في الظاهر دي اميره مش عارف ايه، اميره انانيه، اللي هو الشكل قلنا السلبي اللي هو فيه الضعف قوي ولز قوي، وتظهر لك المحبه زياده عن اللزوم، لكن هي بعد ما تمشي اميره، عارفه الفيلم بتاع عمرو عبد الجليل المشهد المنتشر قوي ده، اللي هو قاعد يسمع نكت ويقول له الله، بعد ما يمشي يقول له ايه تقل دمك، المشهد ده اللي هو مثلا انت دوري على المشهد ده، منتشر جدا على فكره على السوشيال ميديا. ايوه لذيذ طبعا، هاي المشهد بيمثل 90% من الناس اللي اعرفها. أيوة. مشهد معبر جدا. ده النوعيه دي من الناس موجوده للاسف، اللي هو المثل بقى يقول لك في الوش مرايه وفي القفص سلايه، يعني حاجه. أيوة. صعبه جدا. النوع ده انت تقدري تكتشفيه بعد وقت، فتبعد عنه، تبعد عنه خالص للاسف. ده صعب تكتشفه في الاول قوي، في الاول، لكن مع الوقت اكيد عينك بتبتدي تاخد بالك. وفي نفس الوقت عايز اقول لك قراءه الوجوه يا هند، يعني انت لما تبصي في عين اللي قدامك وتشوف هو صادق فعلا في المشاعر دي ولا لا، بتقدري تكتشفي ده مع الوقت، مره في مره في مره، وبعدين بقى بتحسي. لازم شوفي، احنا كبشر ما نقدرش نقول ان احنا نقدر نعمل ده من اول مره وتاني مره. ليه؟ يقول لك يحلل الحد ده من خبرات، ده انت يعني لازم تاخد على قفاك زي ما بيقولوا 100 مره عشان ال 101 تعرف تفهم. بصي بقى، بصي بقى يا هند، في ناس كتير تقول لك التجارب الكتير بتؤلم وبتخلي الانسان، انا ما ينفعش انساها. لا، انا اقول لك انساها عشان ما تمشيش وانت على كتافك حمل كبير يحوشك انك تتقدم في حياتك، عارفه اللي شايل حاجه تقيله. أيوة طبعا. يكمل. ولكن لا تنسى التعلم من التجربه، انسى مراره التجربه، لكن ما تنساش ان اتعلمت منها. اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها ان انا اكون حذر، اتعلمت منها ان انا ما اطلعش اللي جوايا للناس المقربين او اللي انا بحبهم بيحبوني، اتعلمت منها ان انا ما اقعدش بشكل كبير الا مع الناس القريبين مني اللي شبهي، وما اقعدش خالص بقى دكتور افضل.
طب افضل يعني. لا يعني عارفه انا بشوف يا دكتور انه العلاقات الاحسن فيها هو المسافه الامنه. فاكر لما كان عندنا كورونا ما كان يقول لك ايه لازم يبقى فيه السوشيال ديستانس. انا بحس ان السوشيال ديستانس هي لازم تبقى بيننا وبين بعض مهما كنا قريبين. ما ينفعش نبقى اتاتشد قوي لبعض او او مرتبطين قوي ببعض بشكل كبير. الا هند اللي زيك. عارفة الغنية تقول لك اللي منا اللي زيك. يعني ايه؟ احنا هقول لك يعني من اهم اساسيات السعاده هرمون اسمه اوكسيتوسين. ده هرمون في الجسم بيتفرز، مش عارف سمعتوا عنه ولا قبل كده، بيسموه هرمون الحضن او العناق. الحضن ما بتحضني واحده صاحبتك قوي، لما تحضني الام او الاب او الاخوات او حد بيحضن اولاده او الابن. او الابن يقولك احنا محتاجين نتحضن في اليوم 6 مرات على الاقل تقدير. في كام حد بيعمل ده عشان تعيش حياه سويه، تحس بالسعاده جوه؟ السعاده تيجي منين؟ من هرمون المخ بيفرزه في جسم الانسان. فعدم وجود التاتش خالص ده حتى من الاصدقاء، يعني موجود الصداقه العميقه القويه اللي ناخد بعض بالحضن، اللي نحتوي بعض قوي، اللي ندي الاذن لبعض ونسمع بعض. احنا محتاجين نفضفض. فضفض مع مين؟ افضفض مع حد قريب مني قوي. صح. لكن زي ما انت قلتي الديستانس او المسافه دي تكون بيني وبين الناس اللي انا كتير قوي اللي انا مش قريب منهم. ما ينفعش اكون في ناس تبقى متاحه لكل معلومات والداتا وعنده ايه وبيحصل، في ناس تهوى ده لا اقول له ستوب بقى تعالى هنا، لا في حد قريب منك قوي، اتصل باميره اقول لها اميره انا الحد اللي انت بتحبه اللي انت مستريح له تقرب منه او تود قوي، لان ده هيكون سبب سعاده بالنسبه لك. عايز اقول لك احنا بمناسبه كلمه السعاده، واحنا كنا في الفالنتين داي امبارح كان امبارح النهارده، ده حاجه حلوه قوي يعني. والله جميل الواحد يكون في قناه الاهلي وبمناسبه عيد حب، ان احنا يعني نحب النادي الاهلي وحب كبير جوانا كلنا يعني. من ضمن اهم حاجات السعاده ان الانسان يبعد عن نوايات معينه من الناس، اللي هي الانسان الحقود الحسود السوداوي الخلاوي اللي هو العدواني او السلبي، اللي نبعد عنهم خالص. وان احنا نبعد عن انا بسميه وحوش. عارفه العقل البشري مبرمج ان هو يبعد عنه الخوف، يعني الحاجه اللي خاف منها يبعد عنها. عارفه الانسان في اول بدء الخليقه كان بيخاف من الوحوش، كان كل حاجه كلها ما فيش غير وحوش مفترسه وياكل حب من الطبيعه وخلاص. طب في وحوش دلوقتي؟ في وحوش كتير كمان، مش البشر بس، لا في وحش مهم جدا، وحش المقارنه. ويمكن ده يفكرنا بحاجه اللي بنتكلم عن اتخاذ القرار والاطفال واحنا صغيرين. المقارنه دي وحش رهيب، وحش خطير جدا. انت نفسك لما بتقارن نفسك بالاخرين ده شيء سيء جدا وشيء بيدمرك وبيتعبك، لانك دايما بتقارن. انسان بيميل لانه يقارن الحاجه اللي هو ضعيف فيها بالحاجه اللي قوي فيها عند الاخر، فبيبقى يضعف دايما في المقارنه. المقارنه النهارده مع السوشيال ميديا ومع اتساعها بنشوف حاجات كتير قوي. دي اصعب نفسي حاجة. طبعا فعلا طبعا. هي اصعب نقطه انت بتتكلم فيها دكتور، فعلا فكره المقارنه دي وحش قوي جدا طبعًا. جدا جدا. احنا للاسف فقرتنا خلصت، ويعني عايزين نعمل حلقه عن المقارنة. عايزين نعمل حلقه عن حاجات كتير قوي وعن السعاده كمان، عن السعاده يعني عن السعاده. وانا عايز فكره في موضوع عن العلاقات والتعلق، دي المواضيع اللي هي بتاثر في حياتنا. التعلق هو التعلق في حد ذاته محتاج حلقه ايا كان بمين. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. خلصت فقرتنا دلوقتي، وان شاء الله يا رب يكون كل اللي بيتفرجوا علينا استفادوا معانا. دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنونا.